مفاجأة في أرقام السياح اللي غادروا مصر بعد ما حدث في طابة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك. عاوزين نملى التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وتعملوها. أفادت صحيفة للنس الإخبارية بعودة حوالي 500 سائح تشيكي إلى بلادهم بعد قطع إجازتهم في منتجع طابة المصري على خلفية ما حدث به. وكتبت الصحيفة: تمكن بعض السائحين من قضاء إجازتهم بالكامل تقريبا في مصر، بينما وصل آخرون إلى هنا قبل يومين فقط. وقررت شركة السياحة سيدوك التي نظمت أجازتهم قرارا بإجلاء حوالي 500 سائح من منتجع طابة بعد ما حدث به. وبحسب وسائل الإعلام أطلق المتمردون هذا الحدث. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التشيكية دانييل دريك معلومات حول العودة المخططة لحوالي 500 سائح تشيكي من منتجع طابة، كما أفاد بعدم وجود أي مشاكل للأجانب. المصدر معانا كان من صحيفة نوفوستي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.